السلام عليكم، معكم الولي عمر، دكتور صيدلي خريج كلية الصيدلة بالمقطة كازاخستان بمدينة مكناس. عندي يعني الاختصاصات ديالي كما قلت لكم الصيدلة، الطب الكوري، المساج الطبي، الحجامة، وكذلك أستاذ في اللغة الروسية. الحمد لله في المجال ديال الطب الكوري لقينا نجاحات كثيرة، اللي الطب التقليدي ما يعني ما توصلش باش يعالجها. مرحبا بكم في مكتبي الافتراضي على اي كونساي بوك، يمكن لكم تطرحوا اسئلتكم واستشارتكم وانا راه الاشاره ديالكم.